تعجبنا مجلة ماجد من الغلاف إلى الغلاف. أنا أحب مجلة ماجد وأنا أحتفظ بالعدد الأول. أنا معجبة جدا بشخصية النقيب خلفان ومساعده فهمان. ومعجبة بحلقات زكية الزكية لأنها تملك معلومات قيمة تفيدني في دراستي وكذلك في حياتي. وعلى فكرة لقد فزت بمسابقة وسلمت جائزتها وقيمتها 10 دراهم وإني ما زلت محتفظة بالجائزة كذكرى من مجلة ماجد. أنا معجب بك يا كسلان جدا وأتمنى أن تكون نشيطا مثل أخيك نشيط جدا. أحب مجلة ماجد أخواتي يقرون نورة مهرة. أنا أسماء أحب أدور فضولي والمفتاح والنظارة. أنا بقرأ مجلة ماجد في الوقت التسلية بتاعتي. تعجبني كل قصة جديدة في مجلة ماجد. أحب مجلة ماجد وخاصة القصص التي تكون في نصف المجلة مثل القصص العالمية والشهيرة.